ألو، مساء الخير يا دكتور. مساء النور. أنا بدر عبد القادر. أهلا وسهلا يا باشمهندس بدر. أهلا بحضرتك. يا ترى النتائج بتاعت التحاليل والمنظار بتاعت المدام طلعت؟ ظهرت ما فيش من ربع ساعة. خير؟ بص يا باشمهندس بدر، للأسف التحاليل أظهرت وجود سرطان. معقولة يا دكتور؟ حضرتك كنت بتطمني وبتقولي ان شاء الله ما فيش حاجه. يعني الوضع دلوقتي خطر؟ مفيش شك ان حاله مدام زينه دلوقتي تستلزم مننا تدخل طبي سريع. التدخل ده ليه عده محاور، بس الحقيقه الموضوع يطول شرحه شويه. لازم نتقابل عشان اشرح لك احنا هنواجه الامر ازاي بالظبط. طيب ماشي، خلاص ماشي ماشي، نتكلم بعدين. طيب اوكي، مع السلامة. بتكلم مين يا بدر؟ ده المهندس يوسف مديري في الشغل، كان طالب مني حاجات كده بس اعملها يعني. صباح الخير. صباح الخير. المهندس بدر الدين صادق عبد القادر موجود؟ موجود. مين حضرتك؟ انا موظف في شركه المغرب العربي للعقارات، ومعايا جواب للمهندس بدر. حضرتك المدام مش كده؟ ايوه. اتفضلي، ممكن بس تمضي هنا بعد اذن حضرتك؟ السيد الموظف المحترم المهندس بدر صادق عبد القادر، بعد التحية، تأسف شركة المغرب العربي بإبلاغكم بقرارها بعدم تجديد التعاقد معكم لعدم حاجة الشركة لخدماتكم. نرجو سرعة التوجه لمقر الشركة لإخلاء طرفكم وتسوية أوضاعكم. وتفضلوا بقبول وافر التقدير لمجهوداتكم خلال الفترة الماضية. هنا. أيوة بدر، أيوة جاية. هنا. يا رب أنا ما عنديش القوة إني أواجه زينة بالحياة دي. زينة دي كل حياتي، حب عمري. أنا مش عارف أعمل إيه أو أتصرف إزاي، بس كل اللي أعرفه إني لازم أعمل كل حاجة في الدنيا عشان تخف. وبعدين أقولها له إزاي بس إنهم مشوه؟ أكيد مش هيتحمل الصدمة، خصوصاً إن علينا كل الديون والمصاريف المتلتلة دي. لازم أساعده، بس يا ترى كدب عليا ليه وقال لي إنه بيكلم الشغل؟ يا ترى ممكن يكون كلم واحدة؟ لا لا لا، مستحيل، بدر مش كده.
بس هيكون ايه؟ حبيبتي ما تتعبيش نفسك في شغل البيت كده. أنا هعمل إيه طيب يا بدر؟ ما هو لازم يعني هسيب البيت متبهدل. أنا مش عارفة أنا بقيت بتعب بسرعة كده ليه. هي صحيح نتيجة المنظار والتحاليل لسه ما ظهرتش؟ لسه حبيبتي لسه. أنا عارفة هيقولوا لي إيه. أكيد هيقولوا لي عندي قولون عصبي. هيقعدوا يقولوا لي بقى ما تتعصبيش ونظمي أكلك. وكلي كويس وكلي حديد والكلام اللي انا ما بعرفش اعمله ده. ان شاء الله خير. طيب انا هنزل بقى عشان عندي مشاوير. هتروح فين؟ هعدي على ابويا وامي. ام اصلها كلمتني النهارده وقالت لي ان ابويا تعبان وحالته متاخره وبقى بينسى كتير ومتلخبط وبقى عدواني جدا. والله انا ما عارف اعمل ايه. ودوه لدكتور تاني. اه يا حبيبتي الزهايمر ملوش علاج دلوقتي. يعني هو بياخد الادويه بتاعته اللي متعود عليها. بس بصراحه انا شايف ان هي ما بقتش بتعمل اي نتيجه. معلش ربنا يشفيه يا رب. يا رب. انا كمان ماما كلمتني النهارده وكانت تعبانه قوي. خير في ايه؟ موضوع السكر والضغط ده بيقلقني عليها جدا. تخيل امبارح كانت هتدخل في كومه سكر ولولا ان جارتنا كانت عندها بالصدفه هي اللي لحقتها. الحمد لله. انا بقيت بخاف عليها قوي وهي قاعده لوحدها يحصل لها حاجه. حبيبتي ما احنا ياما قلنا لها تيجي تقعد معانا بس هي اللي مش راضيه. طب قولي لها تاني. يعني انت ما عندكش مانع ان هي تيجي تعيش معانا؟ لا طبعا ما عنديش مانع. يعني اروح اجيبها النهارده؟ انا اللي بقول لك اهو اعملي كده طبعا. دي امك يعني سبب وجودك في الدنيا ولو ما شلتهاش دلوقتي هتشيليها امتى بس؟ ربنا ما يحرمنيش منك يا بدر. اصل انا بصراحه فتحت معاها الموضوع تاني النهارده واحنا بنتكلم في التليفون. حسيت يعني انها ممكن توافق. اصلها الظهر خافت من بعد اللي حصل لها امبارح. وعلى فكره لو ماما جت تعيش معانا انت مالكش دعوه بمصاريفها خالص. هي هتصرف على نفسها كانها عايشه في بيتها بالظبط. عيب يا حبيبتي الكلام اللي انت بتقوليه ده. يعني انا ان شاء الله اجازتي هتخلص يوم الاحد. يوم الاحد ده يوم مهم جدا في الشركه. في حركه تنقلات كده كتير. وبصراحه انا مستني ترقيه جايه يعني. وان شاء الله مرتب يزيد. انا مش عايزك تشيلي هم الفلوس خالص. بس ادعي لي بس. ربنا معاك يا حبيبي. يا رب. باشمهندس بدر انا عاوزك تكون هادي. احنا لازم نواجه الموقف رغم صعوبته وقسوته بالقوه الكافيه. سرطان القولون من الامراض اللي محتاجة لشغل كتير يتعمل. أنا عارف إني بصدمك لكن ده قدر ربنا سبحانه وتعالى وإحنا للأسف لازم نواجهه. كمان في سنويات في الكبد ده معناها إنه السرطان بينتشر. ده يخلينا لازم نتحرك بسرعة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. وفرصة الشفاء إيه يا دكتور؟ ربنا هو الشافي. حالات كتيرة بتشفى وبتكمل حياتها عادي. بالنسبة لطريقة العلاج وجود سنويات في الكبد هيخلينا نبدأ بالعلاج الكيماوي. لو كان السرطان متركز في القولون بس احنا كنا ابتدينا بالجراحة. عشان كده احنا هنبدأ بالكيماوي. بس الحقيقة انا اللي مستوقفني انك لسه ما قلتلهاش لغاية دلوقتي. هي هتعرف هتعرف. مش كده انا ارجوك لازم تقولها بأسرع ما يمكن. حاجة تتقال ازاي بس؟ تتقال له عادي، تتقال له بأي طريقة. أنت عايزة جوزك يروح الشغل يوم الحد يلاقي نفسه مفصول؟ ازاي تحطي جوزك يا بنتي في الموقف ده؟ ما أنا قلبي مش مطوعني أقول له يا ماما. ده فاهم إن هو هيترقى. أقول له أنت اترفدت؟ ما هو لازم هيعرف. هو أول ما يجي أنت تقولي له. يا دي الخيبة باين ماشي فقر عليكم. إيه اللي بتقوليه ده يا ماما؟ أنت بتهزري؟ دي احسن حاجه حصلت انك جيتي تعيشي معانا. ده انا كلمت بدر في التليفون وقلت له ان انت جيتي وفرح جدا. انت مش متخيله وجودك ده فرق معايا قد ايه. فرق معاكي انت؟ ما
بس يا اختي انا حاسه ان انا في نص هدومي. مش معقول يعني الراجل اترفد من هنا يرجع يلاقي حماته رشقت عنده في البيت من هنا. والله انا لولا ان انا كنت حاسه اني هفطس امبارح انا كنت قمت رجعت شقتي حالا. بقى ما بيصير هيك بيقولوا احيانا عن اي شيء، كل شيء بينتقل هيك بالوراثه. اسمعوا هي القصه بدها تنحل هون. بدر يا بدر، ايوه حبيبتي، هيا حبيبتي. ايه في ايه يا بدر؟ انا سامع صوت عياط. لا عياط ايه ده؟ تلاقي صوت جاي من عند الجيران ولا حاجه. بس انت عينيك حمرا وشكلك زي ما تكون معيط. في ايه؟ انت وانكل كويسين؟ ماما تعبانه شويه وبابا كمان تعبان. انا برضو حسيت ان في حاجه مضايقاك. ربنا يشفيهم يا حبيبي، ان شاء الله هيكونوا بخير في النهايه. ولا في حاجه خطيره؟ انا عايز اجيب لهم حد يقعد معاهم. ماما مبقتش قادرة تشيل مسؤولية البيت، وكمان مبقتش قادرة تشيل مسؤولية بابا فوقيها. ادعيلي بس يوم الحد ان شاء الله اترقى. انا محتاج المرتب يزيد الفترة الجاية دي. انا قولي يا حبيبتي، كنت عايزة تقولي ايه؟ لا لا قول انت. قولي يا حبيبتي. مفيش، كنت عايزه اقول لك على خبر كده يعني. وانا كمان. فعلا؟ طيب بص، اللي الخبر بتاعه احلى يقول هو الاول. ف قول انت الاول. هقول انا؟ مش عارفك ان الخبر اللي عندي حلو ولا وحش. قول يا حبيبتي قول. بس انا الخبر اللي عندي مش كويس. بخصوص ايه؟ بخصوصك انت. خير يا حبيبتي فيها؟ اسمعني كويس يا بدر، انا متعودة عليك ان انت راجل قوي وما بيفرقش معاك حاجة والرزق بتاع ربنا بيروح ويجي. اللي انت هتعرفه ده مش عايزاه يزعلك ابدا ولا ثانية، بالعكس محدش عارف الخير فين. يا حبيبتي قلقتيني. اقرا ده. مش مهم يا حبيبي، مش مهم بجد. المهم ان احنا كويسين، انا وولادك كويسين وطنط وانكل بخير
المهم ان احنا مع بعض. الفلوس تغور مش مشكلة، هنتصرف مش كده ولا ايه؟ طبعا يا حبيبتي طبعا. يا رب. شفت بقى انه الخبر بتاعك اكيد هيبقى احلى. يلا قولي كنت عاوز تقولي. بص يا حبيبتي، زي ما انت عايزاني قوي انا عايزك اقوى، ولازم تبقي فاهمه ان احنا كلنا في البيت هنا بنستمد قوتنا منك، وانا والولاد ما نسواش اي حاجه من غيرك. عشان كده حبيبتي انا عايزك تساعديني في الفتره الجايه دي ان احنا نحافظ على مستقبلنا وحياتنا بانك تبقي كويسه وبصحه. بحاول افهم انت تقصد ايه بس متلخبطه شويه. بص يا حبيبتي، احنا عندنا مشكله خاصه بيكي بس ليها حل. النتائج بتاعت التحاليل والمنظار طلعت طلع كده ان في مشكله في القولون. المرض ده ما بنحبش نسميه. سرطان؟ أنا عندي سرطان. أي بس يا حبيبتي أنا عندي سرطان في القولون. مش حاجة خطيرة، مش حاجة خطيرة ولا مؤلمة بجد. يعني إحنا حبيبتي عشان خاطري إيه دي؟ إحنا بس هنتماسك ها؟ ونبدأ ناخد العلاج، وصدقيني هتخفي والله وهتبقي أحسن من الأول مليون مرة. عشان خاطري، عشان خاطري يا حبيبتي نتماسك، عشان خاطري الولاد. يا ماما يلا يا ولاد عشان ما تأخروش على الباص. يلا حبايبي. يلا امسكوا ايدين بعض بقى. اسمعني كويس يا بدر، أنا مش عايزة مخلوق يعرف حاجة عن موضوع مرضي ده. ليه يا حبيبتي عايزة تشيل الحمل ده كله لوحدك؟ عايزنا نقول لمين يا بدر؟ نقول للولاد؟ ولا نقول لأنكل صادق؟ ولا نقول لطنط اللي هي أصلاً تعبانة وشايلة همنا وهم باباك ومرضه؟ ولا عايزنا نقول لأمي علشان تروح فيها بجد؟ لو سمحت يا بدر اسمع كلامي. يا حبيبتي لو انت عرفتي كنت هتخبي عليا. أكيد كنت هخبي عليك. دي أصلاً أكتر حاجة مشايلاني الهم. ما
منورني يا بدر والله. تشرب ايه؟ ولا حاجه يا محمد، كتر خيرك. انا اسف يعني لو كنت جيت لك من غير ميعاد، بس انت اخويا طبعا. ايه اللي انت بتقوله ده يا بدر؟ هو في بينا الكلام ده؟ قول لي عامل ايه في الجواز والشغل. ما انا جاي لك بقى عشان خاطر كده. انا بمر باصعب ايام حياتي. ابويا وامي حالتهم الصحيه مش حلوه، وسبت الشغل، ومراتي تعبت هي كمان من قريب، مش عارف اعمل ايه. يا ساتر يا رب، الف سلام عليهم. طب سبت الشغل ليه؟ ده انت لسه ما كملتش سنه في الشركه دي. والله انا ما عارف لحد دلوقتي، مع ان الامور كانت ماشيه زي الفل، وكنت مستني ترقيه كمان، بس هم قرروا ان هم يقللوا عدد الناس اللي شغالين في الشركه، ويظهر انا بقى كنت من المستبعدين. يعني يمكن يبقى في واسطه ولا حاجه. بس يا محمد، عندك شغل ليه؟ شغل؟ لا، شغل صعب قوي الفتره دي يا بدر. انت عارف الظروف اللي احنا فيها. على فكره انا لسه عامل نفس الحركه دي في الشركه، مشيت ناس كتير قوي. صعب قوي، صعب. انا اسف، كان نفسي اساعدك يا بدر. دم قلبنا في السوبر ماركت ومن عند الناس، احنا ممكن نعمله في بيتنا. يعني مش هقول بأقل التكاليف لان الحاجات غاليه، بس اكيد ارخص. واحد في الاخر ما يدفعلوش مثلا 30 جنيه في رغيف، وده اللي بيحصل، فحرام. فاحنا نعمله في بيتنا. فاهو. مساء الخير يا بابا. مين؟ الله، بدر، ازيك يا حبيبي؟ اهلا اهلا. المفاجاه الحلوه دي. ازيك يا بابا، وحشني يا حبيبي. انت اكتر يا حبيب بابا. قول لي ايه الاخبار وزي ولادك؟ نعمة والله الحمد لله. زي ما انتوا شايفين. قول لي ماما فين؟ امك؟ امك فين؟ لا والله ما انا فاكر. افتكرت، امك نزلت من بدري. نزلت؟ راحت فين؟ مش عارف بقى، هي مش باينه من بدري، زمانها جاية، هي مش بتغيب. غريبة دي. مش عايز تغدى يا حبيبي؟ أتغدى؟ أكل يعني وكده؟ والله يا حبيبي ما أنا فاكر. بصراحة أنا باهني كلت، لأني مش جعان خالص. أنا ما أعتقدش برضه إن حضرتك أكلت. أكيد ماما ما بتغدكش بدري. طب هي ما قالتلكش يا حبيبي هي راحت فين؟ اصل بكلمها على تليفونها مقفول. مش عارف، انا بقالي كتير قاعد لوحدي، بس مش عارف، ممكن تكون نزلت او يمكن نايمه. نايمه؟ معقوله نايمه لحد دلوقتي؟ طب انا هخش اشوفها جوه في الاوضه، يمكن تبقى نايمه فعلا وحضرتك فاكرها بره. برافو، فكره هايله. ماما نايمة اهي. مش قلت لك؟ ماما، 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 ماما. لا اله الا الله. ماما. ايه في ايه يا ابني؟ ماما، ماما، ماما. لا اله الا الله. ماما. قل
شكله تعبان قوي، ده مش مجمع حاجه خالص. تخيل من شويه بيقولي انت مين واسمك ايه. معلش معلش يا غالي، خلاص ده اخر جزء. نعم. شد حيلك، شد حيلك استاذ. اتفضل يا بابا ارتاح. احنا بنعمل ايه هنا يا بدر؟ احنا هنا ليه؟ احنا في العزاء يا بابا. انا عارف ان احنا في عزاء، لكن ليه قاعدين كل ده؟ وبعدين امك متعرفش انا فين، ولا انا حتى عارف هي في البيت ولا راحت فين. انا مش فاهم حاجه. وايه ده؟ بص ايه المكتوب على الورقه اللي هناك دي. ازاي يكتبوا كده؟ يلا نمشي من هنا بقى، انا مش فاهم حاجه خالص. ده بابا بس ايه. اتفضل يا بابا. اتفضل. فين حبيبي؟ احنا خلاص روحنا. روحنا فين؟ على بيتي يا حبيبي. امك سناء هنا يعني؟ طب اتفضل يا بابا اقعد ارتاح. نحن هنا عندك ولا عندي؟ عندي حبيبي في بيتي. بص يا ابني انا متلخبط، ساعدني. حبيبي مفيش حاجه تلخبط خالص، ده هنا عندي في البيت. حضرتك هتخش تريح وتنام في الاوضه دلوقتي، وبكره الصبح اول ما تصحى تقعد مع اولادي هبه وهشام. أكيد وحشينك. طبعا. بس أنا بسألك عن سناء، هي معانا؟ يعني هي فين؟ أنا مش فاهم هي فين؟ وإحنا إزاي سايبينها وجايين هنا؟ حبيبي أنت مش فاكر إيه اللي حصل لماما؟ لا فاكر. فاكر ايه؟ فاكر والله. طب قول لي فاكر ايه؟ قول لي انت ايه اللي حصل؟ فينها هي؟ انت فكرني. ماما توفت يا بابا. بص يا زينة، أنا بكرة الصبح إن شاء الله لازم أرجع شقتي. الكلام اللي بتقوليه ده يا ماما
ليه بتقولي كده؟ ليه بقول كده؟ حماكي هيجي يعيش هنا، يبقى انا لازم امشي. مش معقول هتشيل المسؤولية دي كلها. انت بتتكلمي ازاي يا ماما؟ وهو انت حاملة عليا في ايه؟ ده بالعكس، انا اللي محتاجاكي جنبي، ومحتاجاكي جنبي دلوقتي اكتر من اي وقت فات. يا زينة انا مكسوفة ومحرجة جدا من بدر. جوزك ظروف وحشة جدا اليومين دول، ساب شغل ومامته توفت فجأة، وبابا تعبان جدا وحالته هتبقى اوحش. انتوا مش ناقصيني. من باب اولى انك تستني معايا، ده حتى بدر طلب مني ان انا اوصيك ان انا نستحمل انكل صادق في ظروفه دي. انت يا ماما عايزاني اواجه كل ده لوحدي؟ يا حبيبتي ده عبء وحمل عليكي كبير قوي، ربنا يعينك. بس انا برضو وضعي محرج. انت مش هينفع تمشي، مش هينفع تمشي. انت مالك وشك دبلان كده؟ انت مش عملتي من كام يوم تحليلات؟ النتيجه ايه؟ أنيميا، شوية أنيميا وقولون عصبي، مفيش حاجة. أنيميا دي عايزة متابعة، أنت فاهمة ولا لأ؟ فاهمة. يا بابا ما بتاكلش ليه؟ مش حلو الاكل، مش عاجبني. تحبي يا انكل اعمل لك حاجه تانية؟ انا مش عايز اكل كده كده. انا همشي عشان عندي ميعاد شغل في الوزاره. طب يا بابا يعني كل حاجه بسيطه كده بس علشان تاخد الدواء. دواء ايه اللي اخده؟ اقول لك عندي شغل وعندي مواعيد، انت ما بتفهمش ليه؟ بابا انا اسف والله مش قصدي، بس يعني عايزك تفطر كده بس مش اكتر. انت بتبصي لي كده ليه انت كمان؟ انا؟ ايوه انت. في ايه؟ انا كده جنبك؟ ايه ده يا بابا ما حصلش حاجه. يوه لا، ده انتوا ناس مش طبيعيين. بدل ما تقول لها بتبص لابويا كده ليه، بتقول لي انا في ايه؟ اخص عليك وعلى تربيتك ولا قليل الادب. ماما عشان خاطري ارجوك يا ماما بطلي بقى السجاير دي، كفايه كده. والله انا مش ناقصه والله. نبي يا زينة سيبيني في حالي، انا هطق خلاص. يا ماما ما تزعليش من انكل صادق، هو مش واخد باله هو بيعمل ايه، ما انت عارفه ظروفه. يا حبيبتي انا مش زعلانه منه ومقدره حالته وفهمها كويس، بس انا حامله هم بكره هنعمل ايه، عشان كده لازم اروح بيتي. ده اكيد بدر. انا هطلع واسيبكم. لا لا خليكي خليكي، انا هطلع. وبعدين اعمل ايه؟ انا كمان مش عايزه زينة في الظروف دي، ولا حكايه الانمي دي كمان، دي محتاجه كل قوتها. يا رب ساعدنا. حبيبتي فكري بس معايا في الكلام اللي بقوله ده، هتلاقي صح. صعب قوي يا بدر اللي انت بتقوله ده. انا ما اقدرش ابدا انقل حياتي كلها واسيب بيتي واروح اعيش في بيت انكل صادق. وبعدين ماما، ماما مش هترضى تيجي معانا هناك، وهتصمم ان هي ترجع بيتها، وانا محتاجه امي جنبي. افهميني بس يا حبيبتي، أولا أنا كلمت الدكتور بتاع بابا وحكيت له كل حاجة،
وقال لي ان تغيير مكان بالنسبه له دلوقتي مش صح، وهو اللي لخبطه زياده. يعني وعده هنا مش في مصلحته. ثانيا بقى تعالي نفكر الموضوع كده بشكل مادي. احنا قريب قوي لازم ندفع فلوس الايجار، وده هيزنقنا جدا. انا شايف يعني احنا لو روحنا قعدنا عند بابا هنوفر فلوس الايجار. مش عارفه يا بدر، انا مش عارفه افكر، انا متلخبطه خالص. حبيبتي احنا عندنا مصاريف كتير قوي الفتره الجايه دي، بصراحه انا لسه مش عارف اعمل فيها ايه. قبل وفاه امي بعت السي في بتاعي لشركات كتير، بس لسه محدش رد عليا لحد دلوقتي. ربنا يسهل بقى قريب. انا عارف يا حبيبتي اني بضغط عليكي، بس صدقيني هو ده الحل الوحيد اللي في ايدينا دلوقتي. مش هينفع نأجل العلاج يا حبيبتي. أنا خلاص اتفقت مع الدكتور إن أول جلسة تبقى بكرة. المشكلة بس في ماما، هنقول لها إيه؟ وهسيبها إزاي في البيت ده؟ هي مش متعودة على المكان هنا. وبعدين أنت قلت لي إن إحنا هنبات، هقول لها إن أنا هبات فين؟ بص حبيبتي، إحنا هنفهم طنط إن إحنا عندنا اجتماع أولياء الأمور، ومش هنودي العيال المدرسة، هنخليهم هنا في البيت. تمام، وبعدين؟ وفي نص اليوم كده هنقول لها ان انت تعبتي شويه وضغطك قوتي فخدتك على المستشفى وعلقوا محاليل، وعلى اخر اليوم بالليل هقول لها ان الدكتور قال ان الاحسن ان انت تباتي في المستشفى عشان نطمن عليك الصبح. مش عارفه يا بدر، مش عارفه. حبيبتي ما عندناش حل تاني. خلاص يا حبيبي اعمل اللي انت شايفه صح. تمام. على فكره أنا قبضت من الشركة النهاردة 25,000 جنيه مكافأة نهاية الخدمة. ما تشيلش هم الفلوس يا بدر، أنت مش لوحدك، ربنا معاك. مش شايل هم يا حبيبتي، أنا بس بقول لك عشان تعرف إن إحنا معانا فلوس. أنا آسفة أوي يا بدر. اللي أنت بتقوليه ده. أنا آسفة بجد. أنا عارفة إن موضوع العلاج الكيماوي ده هيبقى عبء كبير عليك، وبعدين أنت صعبان عليا جدا. أنا مش عارفة ليه كل حاجة اتقلبت عليك كده. مش حقيقي يا حبيبتي، غلط اللي أنت بتقوليه ده. أنت قدامي أهو، وإحساسي إن أنت جنبي وحواليا في الدنيا مطمني ومخليني قادر أواجه الدنيا كلها. صحيح موت أمي كسرني، بس لسه قادر اتعجز عليكي، ولسه قادر اسلب طولي عشان عارف انك جنبي وحواليا في الدنيا. متشيليش هم اي حاجه يا حبيبتي، ربنا موجود. انا اسفه يا حبيبتي بتعبك، بس والله ما اقدر اقف على رجلي، تعبانه قوي. ولا يهمك يا ماما، وانا يعني بعمل ايه؟ بجد انا مش عارفه طوعتك ازاي ورضيت اجي اعيش هنا.
يمكن السبب الرئيسي ان انا مش مطمنة على صحتك، وبفكر اني اول ما اطمن عليكي لازم ارجع بيتي. ايه يا انكل، حضرتك محتاج حاجة تحت امرك. انتوا بتعملوا ايه هنا؟ احنا يا انكل خلاص هنعيش هنا كلنا مع بعض. يا سلام، تنوروا يا بنتي. بس ليه؟ ليه هتعيشوا هنا؟ عشان ما نسيبش حضرتك لوحدك. ده على اساس ان انا عيل صغير ولا ايه؟ وبعدين ما انا سناء معايا، ده انا حتى دخلت على صوتكم افتكرت ان سناء هي اللي جوه. انا هروح اشوفها. يا نهار اسود يا نهار اسود يا نهار اسود يا بنتي، ما ينفعش كده. شفتي دخل ازاي؟ وده لسه مش مقتنع حتى ان مراته ماتت، دي مصيبه. ماشي ماما، ما احنا لازم نساعده، ما ينفعش نسيبه كده. ده انكل صادق بالنسبه لي في غلاوه بابا الله يرحمه. طب انتي بتعتبري زي ابوكي، انا بقى اعتبره ايه؟ في ايه بس يا ماما، انتي طول عمرك حنينه يا حبيبتي. الحنيه في القلب والله موجوده، بس انا خلاص ما بقدرش في تطبيق العمل. عندي ضغط وعندي سكر وداخل على القلب اهو. سنين الدنيا اللي بعت واشتقت فينا يا حبيبتي، انتي لسه بصحتك، بس انا ما بقاش فيا حمل المداديه. صح، انا لسه بصحتي فعلا يا ماما. عشان كده مش عايزاكي تقلقي، انا لسه بصحتي، ما تقلقيش من اي حاجه. حاجة بس ان انا وانتي وبدر لازم نساعد بعض عشان نعدي المرحلة الصعبة دي. يا ربي يقدرك ويقدرني يا بنتي. بس انا عايزة اطلب منك ترمي ماما. يعني هي انا عايزاكي تدعيلي، عايزاكي تدعيلي كتير قوي. بدعيلك دايما وانا عندي خيرك. ايه رايك يا حبيبتي بقى في القعده دي؟ انت عارفه زمان كنت بلعب انا والولاد اللي في الشارع هنا مكان ما ولادنا بيلعبوا. كنا بنلعب مسكة الملك، وكان جدي بقى الله يرحمه ابو ابويا كان بيبقى قاعد تحتنا، فاكره كانه امبارح، لابس الروب بتاعه البني كده والزعبود بيسمع ام كلثوم. كنا مجننين، كنا عاملينه هو الامه. اي حد بقى يجي يلمسه يبقى خلاص كانه نجي. بس كان بيبقى مبسوط وبيضحك. وابويا كمان كان بيبقى مبسوط. وامي، امي الله يرحمها، يعني كان ما كانش فيه مشاكل خالص. واحنا كمان اول 4 سنين في حياتنا ما كانش فيهم مشاكل خالص. الحمد لله اتجوزنا وخلفنا ولد وبنت زي ما انت كنت بتتمنى، وانت كان شغلك مستقر، كنا عايشين في شقة كويسة. امي كانت عايشة وانا ابويا كان لسه عايش. ما هي الدنيا كده بقى، يعني مش ماشية في خط مستقيم، يوم فوق ويوم في النص عادي يعني، ويوم تحت تحت قوي. بس الحمد لله هنروح ناخد الجلسة ونقضي الوقت اللي هنقضيه وهنرجع على طول. وكمان أنا معاك يعني، متقلقيش. هو أنا فعلا شعري مش هيقع يا حبيبتي؟ ما أنا قلتلك إن أنا كلمت الدكتور وقال إن في أنواع دلوقتي ما بتوقعش الشعر.
انا بس مش عايزه اخد ماما والولاد. تلاقيش يا حبيبتي، ربنا كريم. ويعني كان حبك مجلس الاباء ده النهارده ما كان بدري يروح لوحده؟ ما ينفعش يا ماما، هما طالبيننا احنا الاثنين على جوز المقاريض دول. ما انا كمان مش مستوعبه ازاي هتسيبوني في البيت لوحدي مع الاستاذ صادق. افرض يتعصب عليا ولا تنرفز ولا اي حاجه، اتصرف ازاي بقى؟ مش هيحصل حاجه يا ماما ان شاء الله. والله انكل صادق اتحسن كتير، ده حتى النهارده لما شافني الصبح قال لي صباح الخير. يا سلام، واضح ان رجوع البيت هداه فعلا زي ما كان بدري بيقول. ان شاء الله اليوم هيعدي على خير ومش هتحصل اي مشاكل. انا بقى وانا في سنك يا هشام، بس مش هنا، كنت لسه في المنصوره، كنت ايه بتمرن كاراتيه. امال ايه، انا كان معايا حزام اسود. انا ما تفتكرش يعني ان انا اي كلام. عايز العب كاراتيه زي جد. خلاص انا امرنك، دي لعبه جميله قوي. هم 5 كتات اساسيين، هايان شودان، هايان نيدان. ما شاء الله ما شاء الله، ايه الضحك ده كله؟ اصلي كنت بحكي لهم ايام ما كنت بلعب كاراتيه. يلا بقى يا هشام اقول لك الحركات اللي احنا كنا بنعملها، بس على القاعد كده، ها؟ خلي بالك. خلي بالك معايا. يلا. ده كان بيلعب كاراتيه، ده هيشنيرني لما تنزل. لا بس شفتي يا ماما، رجوعه البيت فعلا خلاه يتحسن، الحمد لله. بدري كان عنده حق. أنا كنت لعيب جامد قوي، حتى استنوا سناء مراتي لما ترجع واسألوها. لا واضح التحسن. بابا أنا هنزل أنا وزين، عندنا مشاوير وهنتغدى سوا مع بعض. أو ماله يا ابني وماله، يلا توكل على الله وتكون أمك رجعت. طب ما تضايقوش جده بقى يا أولاد، ها؟ يلا طنط، عايزني بس عايزك. خير يا عم، احنا مش هنتأخر، هنرجع على طول. بس في دواء كده يا ريت حضرتك تديهوله كمان ساعة، وخلي بالك منه يا طنط والنبي. من عينيا طبعا، ده السلام طبعا طبعا. بس الصادق ده أخ عزيز وغالي، ما تقلقش يا حبيبي، هات الدواء. اتفضل. مع السلامة. مع السلامة. إن شاء الله تقضي وقت سعيد. يلا السلام عليكم. يا نهار اسود امي، استرها يا رب استرها. هو انا ليه حاسه ان انا في اوتيل مش في مستشفى؟ هو دكتور بركات كده بيحب يبسط كل حاجه، اهم حاجه بالنسبه له نفسيه المريض. انا متوتره جدا. متوتريش يا حبيبتي، انا جنبك، الموضوع بسيط جدا. يا ربي الراجل ده راح فين؟ لا حرام عليك يا سي صادق، قلبي كان هيقف. ايه ده ايه ده، وانا بخوف قوي كده؟ فكرتيني بنفسي ايام ما كنت وكيل وزاره. كنت ايه، ادخل الوزاره من هنا العيال الموظفين يترعبوا. ما انت برضو بسم الله ما شاء الله لك هيبه يعني. الله يخليك، اتفضلي اتفضلي اقعدي.
أشكرك. هما الأولاد فين؟ أولاد مين؟ الأولاد الصغننين هبة وهشام. كلتهم؟ إيه يا مصيبتي؟ إيه ده؟ أنت صدقتي؟ معقول كده؟ حضرتك ساذجة قوي يا مدام. أحفادي حبايبي بيلعبوا في الجنينة. والله دي تاني مرة تخدني يا أستاذ صادق، بس هقول لك إيه، دمك خفيف زي ما أنت. ربنا يخليكي، أنا قلت أضحك معاكي. الواحد مننا الحزن تملك منه، بنبقى محتاجين ضحكة أو طرفة من وقت للتاني. أيوة فعلا أنا محتاجة للطرفة، الفراق صعب، ربنا يصبرك على الفراق. أنا أصلي دلوقتي لسه جاي من أوضتي، شديت مع سناء جامد قوي، سايبها بتعيط. سناء؟ سناء مين؟ سناء مراتي. هتكون سناء مين؟ أنا قلت لها تطلع تقعد بره مع الولاد دول اللي قاعدين بره في الجنينة. أنت إيه اللي في إيدك ده؟ أنت عيانة؟ لا لا، ده بدري ابن حضرتك وصاني اني اديك الدواء ده. دواء ايه اللي اخده؟ انا ما امنش اني اخد منك حاجه. انت ممكن تكوني عايزه تاذيني، انا اضمنك منين؟ انا يا استاذ صادق، ده احنا 10 سنين وانت اخ كبير ليا، لا يمكن افكر حتى اذيك. اسمعي بقى، مسكتنا له دخل بحماره. مش معنى اني قويكي في بيتي وسايبك تبرطعي تقومي تشيلي التكليف. لا، انا وكيل وزاره ومرشح وزير، بلاش التباسط الزائد ده. انا ليا ابني لما يجي اتكلم معاه. انا اسفه غلطانه. أنا لو أعرف بس مين دي؟ كم جلسة من دول وهينتهي كل شيء، إن شاء الله ترجع أحسن من الأول. بص يا حبيبي، أنا بكره التشاؤم وبحب الحياة، وعندي أمل كبير في ربنا، بس مش عايزاك طول الوقت تحاول تطمني وانت جواك قلق وخوف عامل زي جمرة النار. انت مش مضطر تعمل كده يا بدر، انا مسلمة امري لله واللي عايزه ربنا هيكون. حبيبتي، ما انا كمان مسلم امري لربنا، انا مش بحاول اطمنك وخلاص، انا متأكد ان دي فترة هتعدي وهتشوفي. عارف انا الكلام ده كنت بقعد اقوله للي بيحصل لهم زي كده، كنت بقعد اقول لها هتخفي وهتبقي كويسه وبكره تشوفي وهترجعي لاولادك وتشوفيهم وهم بيكبروا وبيتجوزوا، وبتكلم بمنتهى الثقه كان انا عارفه يعني ايه اللي هيحصل بجد، وانا ولا عارفه اي حاجه، واغلبهم في الاخر ماتوا. المرض ده يا بدر ما بيرحمش حد، وانا عارفه كده كويس. احنا بس بنعمل اللي علينا، لكن المرض ده ما بيرحمش حد. دي مامتك بتتصل، اقول لها ان انت واقفه مع المدرسه بتاعت هبه. الو. ايوه طنط. اهلا يا حبيبي، ازيكوا انت؟ الحمد لله تمام. زينه بس واقفه مع المدرسه بتاعت هبه. قولي لي يا طنط، بابا كويس؟ اخد الدواء طيب؟ حاولت معايا يا بدر، والله العظيم حاولت بس هو رفض. طيب خلاص، انا لما اجي هشوف هبقى اديهول. انا برضو احسن. وهتيجوا امتى يا حبيبي؟ ان شاء الله.
شويه كده، اصل هنخلص وهنعمل شويه مشاوير كده، نشتري حاجات للبيت. تيجوا بالف سلامه ان شاء الله، في انتظاركم. مع السلامه. مشاوير وبعدين 4 ساعات اجتماع. ده اجتماع مجلس امن مش اجتماع مجلس اباء. الو ايوه يا بدر، ايه يا ابني انتوا تاخرتوا قوي كده ليه؟ لا اصل زينه بس ضغطها ودي وتعبت شويه، اديتها المستشفى وعلقوا لها محاليل، والدكتور قال ان الاحسن يعني ان هي تبات النهارده هنا. ازاي يا بدر وازاي ما تقولوليش؟ ما حبيتش اقلقك بس يا حبيبتي، بس هي كويسه جدا. كويسه ازاي؟ قولي انتوا في انهي مستشفى وننزل اجيلكم. لا يا حبيبتي تيجي فين بس، الوقت متاخر، احنا بكره الصبح هنيجي على طول. طب خدي هي معاك اهي، اطمنك بنفسها. ايوه يا ماما. ايوه يا روح ماما سلامتك. قال انا ليه انت بس يا ماما؟ مفيش حاجه، مفيش مشكله. لا 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 انا راجعه على طول، يعني هبات بس بالليل والصبح هكون موجود. الولاد كويسين؟ اه. وانت خدتي ادويتك؟ اه. طيب يا حبيبتي تمام. لا لا ما تقلقيش، لا لا والله ما تقلقي. لا يلا هكلمك تاني قبل ما انام. تصبح على خير. انت من اهل محبتي. يا رب استر، يا رب استر. انا قلت مره واحده اقول لها اللي احنا هنبات بره. احنا كل مره هنعمل كده. الجلسه الجايه بقى كمان اسبوعين، لما يجي وقتها يحلها الف حلال. مستخبلنا فين كل ده؟ الحمد لله يا حبيبتي، الحمد لله. يا حبايبي يا حبايبي، كده برضو ساعتين ولا حد يجي يسأل على تيتا؟ إلا قوليلي، ما حدش فيكم شاف جده صادق هو بره بيعمل إيه؟ أنا شفته من شوية واقف في الشارع بيقول راجل وديني المنصور. انتي متأكدة؟ يعني هو مش بره؟ لا هو مش بره. بجد يا زينة والله أنا في نص هدومي، مش عارفة هواجه جوزك ازاي لو رجع من غير أبوه. ربنا يستر، ربنا يستر يا رب. بصراحة غريبة يعني يا ماما إن إحنا نبقى معتمدين عليكي ونرجع نلاقي أنكل اختفى ومش عارفين راح فين. ما أنتوا سبتوني في البيت لوحدي، وبعدين أنتوا كمان قعدتوا بره البيت وبيتوا بره، هو أنا قد المسؤولية دي؟ يا ماما إحنا كنا في المستشفى وإحنا كنا بنعمل ديوز، أنا تعبانة، وبعدين المشكلة دلوقتي إن أنا بكلم بدر وموبايله مقفول مش عارفة حتى أتصل بيه. مالك يا حبيبتي فيكي إيه؟ دايخة يا ماما دايخة، دوخة فظيعة وصداع جامد جدا. طبعا الأنيميا. ولا تكونيش حامل؟ حامل إيه بس؟ حامل إيه بس يا ماما؟ بدر جه أهو الحمد لله. يا رب يكون عارف أي أخبار. استر يا رب. خير لقيته؟ عرفت اي حاجه؟ دورت عليه في كل حته ما لقيتوش، مستشفيات وفي الاقسام. لا حول ولا قوه الا بالله. طب والحل ايه؟ ما هو للاسف يا طنط كان المفروض وجود حضرتك ده يمنع ان ده يحصل، ده انا وصيتك عليه قبل ما انزل. يعني قصدك ان انا السبب ان هو اختفى؟ ما انت عارف ان ابوك حالته صعبه ومخه خلاص. ماما يقل. ماما الله يخليك. سيبيها يا زينه سيبيها، انا غلطان ان انا اعتمدت على حد. أقوم أمشي أنا بقى قبل ما انطرد. يا طنط لو سمحتي ما تصعبيش عليا الدنيا أكتر من كده، أنا اللي فيها مكفيني، وكمان الساعة 1 بالليل دلوقتي هتروحي فين يعني؟ خلاص يا سيدي استحملني لحد الصبح
واول ما النهار يطلع همشي. انا اسفه يا بدر، حقك عليا. ماما والله ما تقصدش، حقك عليا. انا هتجنن، مش عارف ممكن يكون راح فين. يا سلام، اما انا كنت بحلم حته حلم. ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. والله العظيم ده اللي حصل. الولاد قالوا لي إنه شافوه واقف قدام الباب بيسأل واحد راجل يروح المنصورة إزاي. جريت على بره ما لقيتوش، دخلت البيت دورت في كل حتة، حتى أوضته فتحتها وبصيت فيها ما شفتوش. ما كانش ممكن اتخيل يعني انه فرش في الارض جنب السرير ونايم. صراحة انا مش عارف هو عمل كده ازاي. عموما يا طنط حقك عليا في الكلام اللي انا قلته ده، ابويا برضه كنت قلقان عليه. سامح كريم، سامحوني. تصبحوا على خير. يا حبيبتي ما بتوديش على طنط ليه؟ أنا تعبانة يا بدر، تعبانة قوي، وماسكة نفسي بالعافية ومش قادرة أبين قدامها علشان ما أخدهاش. طب إيه حاسة بيه؟ حاسة بكل حاجة وحشة. البتاع اللي ادوهولي في المستشفى ده تعبني جدا. زينة، إحنا لسه في البداية، معقول هنتعب من أولها كده يعني؟ صباح الخير. صباح الخير يا حبيبي. ايه الحاجات الجميلة دي؟ معقول عملت كل ده لوحدك؟ ليه تعبت نفسك كده؟ انا تعبت نفسي ولا حاجة، دي حاجة بسيطة يعني. كمان ما انتي كل يوم بتفطرينا وتغدينا وتعشينا. تسلم ايديك يا بدر. تسلمي يا حبيبي. هي طنط فين امال؟ جاية، خبطت عليها في اوضتها قالت لي بتلبس وجاية. اهدى يا ابني، قلقان ليه؟ ما دام امك سناء بتلبس يبقى هتاخد وقت اكيد. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا ماما. انت لابسه لبس خروج ليه؟ خلاص بقى هرجع بيتي، ما تقلقيش هبقى اطمنك. معقوله يا طنط؟ معقوله حضرتك لسه زعلانه مني من امبارح؟ ما انا قلت لحضرتك ان انا كنت قلقانه على بابا وخايف عليه. والنبي يا طنط ما تضغطيش عليا. انا اسف، طيب حقك عليا. يا حبيبي انت مالكش ذنب، بس انتوا مشاكلكوا كتير، وبصراحه انا ما فيش نفس استحمل كل ده. طب لو قلت لحضرتك ان احنا كلنا هنا محتاجين انك تبقي معانا، ده زينة كمان محتاجاكي اول فتره دي.
ما تقعدي بقى يا ست انت وخلصينا. انت غاوية تعملي مناظر ليه؟ اقعدي بقى عشان خاطر بابا. هقعد. اتفضلي يا فندم. يلا يا جماعه بسم الله. وبلاد تشيلني وبلاد تحطني لحد ما رسيت على القاهره وقلت خلاص هنا هبدا حياتي، واخترت سناء عشان تبقى شريكه العمر. جه ابويا بقى ورث الارض دي اللي عليها البيت ده، ورثها من خالي، خالي الشيخ محمد الططاوي. يا سلام، كان راجل كباره كده وعلامه. امال ايه، واقنعته نبني البيت ده وقعدنا كلنا فيه، انا وسناء والواد بدر الغلبان ده، وبيتهيألي حموت هنا كمان. ربنا يديك الصحة. لا صحة تمام بومبا. عارفين يا أولاد، الحاجة الوحيدة اللي نفسي أفهمها، لا هما في الحقيقة حاجتين مش حاجة واحدة. إيه هما دول يا أنكل؟ أول حاجة نفسي أفهم مين الست دي؟ يا اختي. حاجة تانية نفسي أعرف فين راحت سناء. سكتوا ليه؟ جاوبوني. أمك راحت فين يا بدر؟ وبعدين أنا بشوفها، بشوفها قاعدة معايا في الأوضة بس ما بتتكلمش معايا. كل ما أحاول أكلمها ما بتردش عليا. هي زعلانة مني؟ بس أنا ما عملتلهاش حاجة خالص والله. فهموني يا أولاد، ردوا عليا. بابا أنا عايز أتكلم مع حضرتك في الأوضة جوه. جايبني هنا ليه؟ طب اتفضل ارتاح بس يا بابا، عايز أقعد أتكلم معاك شوية. اديني قعدت. يا بابا انا على ايدك اتعلمت كل حاجه في الدنيا، اتعلمت القناعه والرضا وحب الخير للناس، والاهم من ده كله حضرتك علمتني ان انا استسلم لاقدار ربنا، خصوصا لما ما يبقاش في ايدي اي حاجه اعملها. كلام جميل، والحمد لله ان انا زرعت جواك كل الحاجات الحلوه دي. يعني انا كده راجل كويس اهو، ومين يقدر يقول غير كده؟ لا مش قصدي، انا قصدي ان انا ما استاهلش منك انك تخدعني. انا عارف انت جيت هنا ليه وجاي الاوضه دي ليه. انت جايبني هنا عشان عايز تقول لي ان امك سناء مش في البيت، لا هي بره ولا هي هنا، تبقى فين؟ ده اللي انت عايز توصله لي. بس انا فاهمك يا بابا، حضرتك راجل ذكي وتقدر تفهم اللي قدامك من اول ما يتكلم. انت شايف ان انا ممكن اكذب عليك؟ لما تكون عايز مراتك والست دي اللي معاها يجوا يعيشوا هنا في بيتي انا مش هقول لا. لكن وديت امك فين؟ وديتها فين يا بابا؟ ماما ماتت. كذاب والله العظيم مش كذاب. طب انا هفكرك، فاكر لما كنت داخل من باب البيت وحضرتك كنت قاعد في الصاله وسالتك على ماما قلت لي مش موجوده، وبعد كده دخلنا الاوضه هنا وجيت على السرير هنا ولفيت وكانت هي نايمه، مسكتها كده لقيتها ساقعه، وحضرتك كنت بتبص عليها نفس البصه دي.
وما كنتش عارف تتصرف ولا تعمل اي حاجه. يا بابا والله العظيم ماما ماتت، ماما ماتت. كذاب 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 كذاب. ما فيش اخبار عن شغل بدر؟ ادعي له، هو كلم كذا حد وقدم السي في بتاعه في اكتر من شركه. ربنا معاه، ربنا يوفقه باذن الله. مش محتاجين فلوس؟ لا يا ماما مش محتاجين فلوس. قال يعني انا مليونيره بلا نيله. الحمد لله انه قلته مش محتاجين. والله يا ماما انت كان لازم تمثلي. تهيألي لو مثلتي كنت هتبقي ولا زينات صدقي في زمانها. زينات صدقي؟ طب قولي سعاد حسني. حبيبتي زينة، زينة حبيبتي، زينة بدر، الحق يا مش معقول حالة الإهمال اللي احنا فيه يا بدر. حالة الأنيميا بتاعتها واضحة، وهي لا ولا بتاكل حاجة فيها حديد ولا بتاخد دواء ولا راحت لدكتور متخصص. يا حبيبي مش عشان ظروفك وظروف أبوك تهمل مراتك، لازم يشوفها دكتور. مش عشان علقت محاليل يبقى خلاص عملت اللي عليك. حقك عليا يا طنط، غصب عني، خلاص هبقى أعمل كده. تعمل كده ايه بس؟ لازم تاخد قرار، لازم يشوفها حد متخصص. ولا تحب اكلم لك الدكتور فواز ابن عمي؟ ما هو دكتور بطنه. لا لا لا، هي روح للدكتور اللي كانت بتروح له قبل كده، انا هاخد التحاليل واروح له مره ثانيه. طيب بس انا مش هستنى، لو ما راحتش معاك انا هاخدها واوديها لفواز ابن عمي. صباح الخير. صباح النور يا دكتور. بطلة بتاعتنا عامل ايه النهارده؟ الحمد لله. بطلة ايه يا دكتور؟ انا حاسه ان انا انتهيت خلاص. الله الله الله، ما انت عايزه قاعده بقى. ايه بقى الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ انا مش عايزك تفكري بالطريقه دي خالص. اولا انت ست مؤمنه، ثانيا العلاج بتاعنا احنا بناخده بشكل منتظم، الحمد لله ماشيين كويس. ليه بقى الروح الانهزامية دي؟ ولا الباشمهندس مزعلك؟ أبدا والله يا دكتور، أنا مزعلك أبدا. خلاص يا دكتور، ده أنا من غيره ما كنتش حاجة هنا ولا مرة أصلا. لا بقى، أنت بعد كده هتيجي لوحدك، إحنا ما فيش داعي نعطل باشمهندس عن شغل مواعيده، ولا إيه؟ لا أنا ما أقدرش أجي من غيره، لازم هو يجي معايا. بس انا يا دكتور عايزه اسال حضرتك على حاجه. هو بعد العذاب اللي احنا فيه ده كله ممكن يكون في تحسن ولا صعب؟ اصحابي ليه؟ الشفاء بيد ربنا سبحانه وتعالى، ان شاء الله هتبقي زي الفل. مهم اليقين يكون جواكي انك هتشفي باذن الله. شوف يا ستي، انا بعت جبت حضرتك النهارده عشان نعمل شوية فحوصات بسيطة كده وشوية تحاليل، أوكي؟ يا ناهد. أي دكتور. مع مدام زينة عشان التحليل بتاعتها. مش هتيجي معايا؟ هحصلك حد. طمني يا دكتور، حضرتك شايف ايه؟ بدري قوي على السؤال ده يا باشمهندس بدر. طبعا انا بعترف ان الحاله خطر، لكن احنا بنحاول جاهدين ان احنا نعمل انحصار للمرض، ولما ده يحصل
ان شاء الله هنبدا في التداخل الجراحي. المهم هي لازم تطمن، لان ده هيساعدنا كتير في تحسن حالتها. كمان الاجواء في البيت لازم تكون اجواء ايجابيه ومستقره. انت فاكراني هسيبك؟ لا ده بعدك. فاكراني هفوتها لك كده؟ لا 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 لا، خدي بالك. لا ده انا هفضحك فضيحة اللحمه في السوق، هخلي اللي ما يشتري يتفرج عليكي. حرام عليك يا عم الحاج، تهد بقى، قطعت نفسي. يا رب انقطع نفسك وتفطسي يا وليه يا خرفانه يا مجنونه. بقى عايزه تتحرشي بيا يا وليه يا كركوبه؟ اكمن البيت فاضي، قلت استفرد بالراجل. عيب عيب يا استاذ فاضي الكلام ده. هو انا جيت جنبك ولا عملت لك حاجه؟ انا كل الحكايه قلت لحضرتك من فضلك اوعى عشان انضف مطرح الاكل اللي هطلته جوه وانت بتاكل. هطل لما يصيبك يا مروشه يا بتاعت الثلاث ورقات. بس انا فاهمك، انا فاهمك كويس قوي. فاكراني الصيده سهله؟ لا ده انا لحم مر. يا نهار اسود يا نهار اسود يا عم انت. يا عم كل زي ما انت عايز وهطل زي ما انت عايز وزبل البيت كله زي ما انت عايز ولم علينا النمل والصراصير. مالكيش دعوه بالنمل ولا بالصراصير. خليكي في حالك، بس اياكي اياكي تقربي مني مره تانيه، فاهمه ولا لا؟ ها؟ حاضر حاضر حاضر. ايه ده؟ انت بتعملي ايه هنا يا وليه يا مجنونه انت؟ انت بتعملي ايه هنا؟ هو يجري وانا اجري منه لحد ما قطع نفسي، كان هيجيب لي جلطه. بعد الشر عليك يا ماما، ربنا يخليكي ليا. متشكره قوي يا ماما انك مستحمله. معلش معلش، فاكرة أنكل صادق زمان كان عامل إزاي؟ إيه اللي فاكراه؟ ده كان باشا، هو كان في زيه. يا عيني علينا إحنا البني آدمين، نعيش الدنيا طول وعرض، يا أرض تهدي معليكي أدي، وبين يوم وليلة نبقى في خوف الريشة، محتاجين اللي يشيلنا ويرعانا. تسلمي لي يا حبيبتي يا زينة، برغم كل المشاكل اللي هنا وحكاياتي مع الأستاذ صادق، إلا إنك حقيقتي. أنا ما كنتش هموت من الضغط والسكر، الوحدة هي اللي كانت عطت صفر. هتشرع عليك يا ماما، ربنا يديك الصحة والعمر يا رب. والله يا ماما البصة في وشك نعمة كبيرة يا حبيبتي. بس أنا بشوف صحتك في النازل كل يوم، خصوصا في المشاوير اللي بتروحيها مع جوزك كل فترة. دي بتروحوا فين؟ مش كل مرة بنروح نفس المكان يا ماما، كل مرة بيبقى مكان مختلف. حبيبتي انت بردانة. هقوم اجيب لك جاكيت او روب حاجة تدفي، ما انتيش ناقصة تاخدي برد. سيبيه سيبيه يا ماما، سيبيه ماما سيبيه، انا هلمه. ايه ده؟ ايه ده يا زينة؟ ايه ده؟ دكتور اورام في ايه؟ انت عندك ايه؟ المريضة زينة الديب، ايه؟ رد عليا، انت عندك ايه؟
انت بتعيطي؟ بتعيطي ليه؟ النبي سيبني في حالي يا استاذ صالح. طيب طيب بس ليه بتعيطي؟ ليه يعني؟ في ايه؟ حصل حاجة؟ حد زعلك؟ لو حد زعلك قوليلي، أنا ممكن أتصرف. صحيح أنا كبرت وعجزت، لكن يعني في إيه؟ قوليلي. بنتي زينة عيانة بمرض خطير. زينة؟ زينة مرات بدر ابني؟ مالها؟ عندها ايه؟ في ايه؟ فهميني. والله ما انا عارفة اقول لك ولا لا. انتوا ليه بتعاملوني على ان انا طفل صغير؟ انا عارف ان انا بلخبط وبهلفط وبهبل كتير، لكن انا ما اتجننتش. قولي لي البنت مالها؟ زين عندها سرطان في القولون. بدر بدر يا بدر. والله يا بابا ما كناش عايزين نزعجك، بس يا بابا تزعجوني ده ايه؟ وليه تشيلوا هم زي ده لوحدكم وانا على وش الدنيا؟ كان لازم اعرف. انا مش فاكر انا عرفت ازاي، بس اديني عرفت. طنط اميره ماما زينه هي اللي قالت لك. ايوه مظبوط، هي اللي قالت لي. بص يا بنتي، أنا مش عارف أنا ممكن أقدر أعمل إيه علشان أساعدك، بس أنا حصلي لربنا وحدايلك طول الوقت. ربنا يخليك لي ده يا أنكل. سامعاه من هنا، زعقوا في بعض ليه كده؟ ايه المشكلة؟ كنا بنلعب يا ماما. لا يا ماما ما كناش بنلعب، ده هشام ضرب. لا ما عرفتهاش، هي ضربتني وشدتني شعر جام. لا ما ينفعش خالص حد فينا يضرب التاني ولا يشد شعره. انتوا اخوات يعني لازم تخافوا على بعض ولازم تحبوا بعض قوي، ما ينفعش تخلوا اي حاجة في الدنيا تزعلكم من بعض. عارف ليه يا هشام؟ علشان انتوا اخوات، وانتوا الاتنين طول ما انتوا كنتوا جوا بطني كنتوا قاعدين جنب بعض قريبين من بعض قوي كده، وحتى لما اتولدتوا في نفس اللحظة في نفس الدقيقة، عشان كده لازم تفضلوا قريبين من بعض على طول. عشان ممكن انا ما بقاش موجودة، ممكن لما تكبروا ما تلاقونيش معاكم، ما بقاش قادرة أقول لكم تخلوا بالكم من بعض ولا توقفوا جنب بعض، بس افتكروا عشان لما تكبروا تفضلوا برضو قريبين من بعض حتى لو أنا مش موجودة. ماشي؟ يا رب سلمت أمري ليك. يا رب أنت اخترت لي مرضي الحكمة، وانا راضيه باسمتي ونصيبي في الدنيا.
يا رب لما بتمنى الشفاء فده مش خوف من الموت قد ما هو خوف على ولادي. كان نفسي قوي اعيش واشوفهم بيكبروا قدامي وربيهم على الحب والرضا وطاعتك. فوضت امري ليك يا رب، فوضت امري ليك يا رب. الو، ايوه دكتور بركات، كل سنه وانت طيب، رمضان كريم. الحمد لله تمام. طمني يا دكتور، في اخبار عن نتائج التحليل؟ طيب ان شاء الله خير، ربنا يسهل كده ويبقى في تحسن. ماشي يا دكتور، هستنى تليفون حضرتك. مع السلامه. يا كريم يا رب اشفيها يا رب اشفيها يا رب. يا بابا برضو بتدعي لنا بابا؟ طبعا يا ابني بدعي لها طول الوقت. تعرف يا بابا انت بتنسى حاجات كتير الا مرض زينة ده، دايما تتكلم عنه. انسى ازاي؟ انساكوا ازاي يا ابني وانتوا ما نسيتونيش؟ ربنا يخليك لينا حبيبي. الو، ايوه انا المهندس بدر. وحضرتك طيب؟ فعلا انا كنت بعت السي في بتاعي من حوالي 4 شهور كده بس محدش رد عليا. لا 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 ما ارتبطتش. طبعا طبعا شركتكم شركه كبيره، شرف لاي حد. بكره الصبح؟ طب تمام تمام اشكرك اشكرك. خلاص ان شاء الله ان شاء الله. شكرا شكرا، مع السلامه مع السلامه. يا انت كريم يا رب. ايه شايفك فرحان ومزقطط. بارك لي يا بابا، اكبر شركه مقاولات في مصر كلموني عايزين اروح اقابل المدير بكره الساعه 12 الظهر. الله، هو انت ما بتشتغلش؟ وانا اقول الواد قاعد ليل ونهار في البيت ليه؟ مبروك يا حبيبي، الف الف مبروك. الله يبارك فيك يا حبيبي. مساء الخير يا باشمهندس. دكتور بركات، معلش انا اسف جيت من غير ما اكلمك وعارف ان وقت افطار. المدام موجوده؟
اتفضل اتفضل يا دكتور. اسمعوني كويس قوي. النهارده كانت نتيجه الفحوصات بتاعت حضرتك. النهارده حصلت معجزه. معجزه انا عمري ما شفتها قبل كده في حياتي. مبروك يا مدام زينه، الورم ما بقلوش وجود. حتى انا مش هحتاج لتدخل جراحي. واقسم لكم ان اللي حصل ده ملوش اي تفسير طبي واضح عندي غير انه فعل الهي. انت خفيتي يا مدام زينه. خفيتي في 3 شهور بس. الف مبروك. بجد؟ طبعا بجد. انت متاكد يا دكتور من اللي بتقوله ده؟ طبعا متاكد، والا ما كنتش جيت هنا بنفسي. ده كلام ما يتقالش في تليفونات. بركة أول يوم رمضان يا دكتور. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نطمع نبار اضرب وانطلق